مرحبا بالنوتات، بمناسبة شهر رمضان الكريم رجعنا وفرنا لكم جنسنك الأندونيسي الأصلي درجة أولى. طبعا اليوم حبيت أشرح لكم شلون تعرفوه الأصلي. طبعا هاي العلبة وياي تعرفوه من خلال الختم الموجود أعلى العلبة، بالإضافة إلى شريط الختم الموجود بهذا الشكل يكون. وأصلا هي العلبة عبارة عن فسفورات من كل الاتجاهات. طبعا هذا من يتعرضوا لدرجة حرارة الإكسباير يختفي بمسحة بسيطة، يبدي يظهر الاكسباير. بالنسبة للعلبة نجي نشوف، علبتها تكون بهاي الشكل، داير مدايرها نايلونة، والعلامة السوداء تكون اسفل العلبة بهذه الطريقة. طبعا نفتح العلبة، طبعا ما تكون مغلف، ختم موجود على العلبة. طبعا افتح ويانا العلبة، شوفوا لي الحبوب ما تكون اخضر فاتح، طبعا اخضر فاتح. متوفر عندنا تفصيل في كافة محافظات العراق، طبعا متوفر ضمان المنتج ويا كوزمتك بنوتات.